من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا على ثمار الجبل يلي موجود بمنطقة بشري. ثمار الجبل مألف من مطعم اندور وكمان كتير كبير وعنده سكشن تاني او دور للصيفية بيستقبل جميع المناسبات طول فترة السنة. المشوار اللي عندهم بيحرز المحل محاوط بالخضار وكمان ما في انسى لكم على البلاي جراوند الصغيرة يلي فيهم ولادكم يلعبوا فيها. كل الأكل يلي بيتقدم عندهم على الطاولات يا أما من المزرعة يا أما من الأرض، وكمان في عندهم مزرعة على السمك كتير كبيرة والمي على طول بتقلب فيها، يعني على طول السمكات بأحلى مي تمنيت أنا أنزل أتربح فيها. عندهم كذا نوع سمك، مربيين تريت ومربيين كمان سالمون، وهولي بتنقون ودغري بتروحوا فيهم على الطاولة. التقينا باثنين مدامات عم يتغدوا وحبوا يعطونا رأيهم بالمحل اللي مش أول مرة بيجوا عليه. على ثمار الجبل بده يطلع بشري يجي عند لطوف ويسأل عن ثمار الجبل، لحمة، كبة، تابلة، تبولة، ورق العنب، ما تنسوا كاش العرق. للصراحة معهم حق، الأكل كان كتير طيب وشوفوا هالفيو الحلو مع كاس العرق. الأكل متنوع، في عندكم من الحمص، المتبل، الصومويا اللي نشال هلأ من الميات وصل لعنا على الطاولة، بطاطا، سمكة مشوية، حتى كمان في فوارغ اللي أنا محيتهم كلهم، وكمان عندهم مزرعة للبزاق لكل محبين البزاق، عندهم كل فترة السنة بزاق. والتحلية كانت من مربيات شغلهم ومن فواكه من الأرض. أكيد مشواركم بيحرز أنه تطلعوا عبشري وتاكلوا من ثمار الجبل.